خلونا نستقبل ايضا عبر الهاتف استاذه مي محمود، مدير تنميه مهارات المراه بالمركز القومي للمراه. استاذه مي اهلا بيكي. خليني اكلمك عن ملحوظه يمكن تكون بسيطه ولكن اعتقد انها ملحوظه مهمه، انه منذ اللحظه الاولى التي ظهرت فيها السيده الاولى انتصار السيسي كان باين اهتمامها بالمنتجات المصريه، لان كل اوتفيتس او كل او اي زي ظهرت بيه هو مصري خالص، اذا كان بايدي مصريه او من تصميم مصري برضه، وده كان ذكر حتى في اللقاء. اهلا وسهلا. طبعا يا سيده انتصار دايما بتشجعنا، بتشجع السيدات المصريات، دايما حريصه انها تحضر المعرض تراثنا اللي بيمثل السيدات من كل محافظات الجمهوريه. فطبعا ده بيبقى تشجيع طبعا للسيدات قوي جدا، وطبعا لما بتقتني كمان يعني منتجات من ايديهم يعني بتبقى دي طبعا فخر ليهم كبير، فده بيشجع طبعا السيدات جدا. استاذه مي، كونك منخرطه في هذا المجال وملفات المراه وهمومهم وايه اللي محتاجينه ووصلنا لفين من ملف التمكين، ايه اللي لفت نظرك في حديث السيده الاولى؟ طبعا الفتره الاخيره في فتره الكورونا والازمه الاقتصاديه في العالم كله كان في طبعا تحديات قابلت المراه المصريه بالاخص، وخصوصا طبعا السيدات رائدات الاعمال او السيده اللي عندها مشروع صغير او متناهي الصغر، يعني تصديا للتحديات دي كنا المجلس القومي للمراه بنحاول ان احنا نشوف ايه التحديات دي. في بعض المبادرات اللي عملناها والانشطه، منها ان احنا عملنا استبيان ل 440 رائده اعمال علشان نعرف كل التحديات اللي بتقابلهم، وتعرفنا عليها وابتدينا نواجهها ونبتدي ان احنا نشوف ايه التدخلات اللي نقدر نساعدهم فيها، منها بقى تدريبات على التسويق الالكتروني، منها ان احنا انشانا منصه لتشبيك السيدات اصحاب المهارات بالفرص المتاحه، منصه كويتي الحرفاتي، وفعلا يعني ابتديناها في يوليا كان ب 70 عضو، دلوقتي بقى فيها 700 عضو، لان احنا بنعرض فرص الرجال كمان للعمل، ونشبكهم بالسيدات اللي عندهم مهاره كنوع من ان احنا كل طبعا المبادرات اللي بنعملها الفتره دي بتبقى على الانترنت اونلاين علشان نسهل للسيدات الوصول فيها. اشتغلنا برضو على التصفيف المالي والحقيقه. بشكرك يا استاذه مي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. استاذه مي محمود، مدير تنميه مهارات المراه في المركز القومي للمراه.